صباح الخير عليك يا حسام، وصباح الخير والسعادة على كل المشاهدين. صباح الخير يا مصر في كل مكان، حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. الحقيقة احنا الأيام دي بنعيش أيام وأجواء كروية بامتياز. النهاردة احنا في انتظار مباراة النادي الأهلي. النادي الأهلي هيلعب ماتش مهم جدا أمام بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، والمقام في الإمارات النهاردة إن شاء الله الساعة 6:30. احنا أكيد مدركين إن الماتش صعب، لكن الأهلي دايما عودنا انه الاهلي بمن حضر، وشفنا ده الحقيقه امام المباراه اللي فاتت امام مونتيري المكسيكي. الاهلي قدر انه يفوز وانه يعمل ماتش حلو جدا، رغم ان ظروف المباراه دي كانت صعبه جدا، كان في غيابات كتيره بسبب الاصابات، عدد كبير كمان من اللعيبه الدوليه كانوا موجودين مع المنتخب، واحنا حتى يعني كنا خايفين وما كناش يعني متفائلين قوي، ويعني لو كان الاهلي لا قدر الله كان خسر ما كناش يعني ما كناش هنزعل منه قوي الحقيقه. لكن اللعيبه فعلا فاجئتنا، وده غير بقى الخبر كمان يعني خلينا نقول الايجابي انه اللعيبه كمان انضمت للمعسكر، المعسكر الاهلي، اللعيبه الدوليين اللي كانوا موجودين مع المنتخب انضموا للمعسكر، ويعني سواء بقى كانوا جاهزين انهم يخوضوا لقاء بالميراس او لا، فاحنا عندنا ثقة كبيرة جدا في كل اللعيبة اللي لابسة تيشيرت النادي الأهلي، وإن شاء الله كلنا ثقة إنهم النهارده هيقدروا يفرحونا ويقدروا يفوزوا كمان بالماتش ده، خاصة إنه في النسخة اللي فاتت من البطولة الأهلي فاز بالفعل على بالميراس بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث. حسام، يمكن إحنا بقى لو بصينا على الماتش اللي فات يمكن كنا مشغولين أكتر بماتش المنتخب طبعا أمام السنغال. انا الماتش بمصر قدام السنغال ده بالنسبه لي كان حقيقه كان ممتع. اللعيبه انا كنت حاسه ان هم مجهدين وكانوا تعبانين، بالرغم من ده قدموا فعلا اداء كبير واداء شفنا مجهود كبير جدا. بس خلينا نرجع تاني للاهلي، الاشادات بالاهلي كانت كبيره جدا، شفنا اشادات دوليه بالاهلي، شفنا يعني ما كانش في توقعات كبيره بصراحه بالفوز، ما حدش كان متوقع خالص بالظبط، انه كمان مونتيري فريق مش سهل ومش بسيط بالظبط. احنا كنا بنلعب بلعيبه يعني خلينا نقول ناشئين تقريبا، كان يعني كان في تشكيله متنوعه بالزبط. من الناس بالزبط. الاساسيين على الناشئين على مش عايز اقول الصف الثاني، بس اللي ما بيلعبوش بشكل اساسي مع النادي الاهلي، بس ما حدش كان متوقع النتيجه. لا لا ولا الاداء نفسه احنا ما كناش متوقعين، يعني النتيجه ممكن في الاول في الاخر دي كوره وده الحظ بيلعب فيها دور كبير جدا، لكن احنا دايما بنبص على الاداء. الاهلي بمن حضر طبعا، الاهلي بمن حضر.